احنا اليوم في مدرسة منداني الابتدائية اللي فيها اكثر من 628 طفل في منطقة كليفي، محافظة كليفي في كينيا، وفي كمان جنبنا هنا مدرسة ثانوية للاطفال ايضا فيهم 400 طفل. دي مدرسة بتدعمها الحكومة الكينية، ولكن دور الإغاثة الإسلامية هنا هو توصيل المياه الصالحة للشرب، وكذلك توصيل اللي هو الحمامات والصرف الصحي والصحة نفسها اللي احنا بنسميها ايه؟ المياه والصحة ليهم، كذلك تأهيل المدرسات والمدرسين، كذلك عمل برامج ترفيهية وبرامج تعليمية للأطفال في هذا المكان. نحن لما نرى حاجة الأطفال في هذا المكان للتعليم قد تكون بضع دولارات في الشهر، واحنا في نفس الوقت في الأماكن اللي احنا فيها بنصرف على كوباية الستاربكس في بتاعت القهوة أو الشاي أو سندوتش البرجر 5 جنيه أو 10 جنيه، اللي هو بيساوي كفالة تعليم طفل في كينيا منكم. فالرجاء الرجاء الرجاء إن احنا ننظر لأولادنا وبناتنا في أفريقيا سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين عشان نعلمهم بقليل من الدولارات أو قليل من الريالات أو قليل من الإيه؟ من الدينارات اللي احنا نصرفه عليهم شهرياً، عوضاً عما نصرفه في الستاربكس والكنتاكي والبرجر كينج إلى آخره. جزاكم الله خير، وأراكم مرة أخرى مكان تاني في كينيا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.